هذا وكشف الساعدي عن رفض المحكمة الاتحادية طلب حضور مجلس النواب أو من يمثله إلى الجلسة لغرض الاستيضاح منه بخصوص التقرير المقدم، مشيرا إلى أن تأجيل المحكمة موعد الجلسة لغرض النطق بالحكم. انتهى الطلب، لم يتم الموافقة على هذا المطلب بخصوص مجلس النواب، باعتبار اصلا احنا طلبنا للاستيضاح منه، لان التقرير وصل يوم 7 ولحد الان ماكو اي تاكيدات نفس يوم حل مجلس النواب، فما انعرض عليهم حتما التقرير النهائي اللي صادر من لجنه تقييم اداء عمل الشركه الفاحصه. كان الساده القضاه تتوقعون سينصفوكم في يوم جلسه 26 بما لديكم من تفصيلات ومن ادله؟ ومو يعني موضوع يعني توقعاتكم بما لديك، لكن لا، هذا الامر متروك للقضاء، القضاء يقرر يدرس ويستنتج، وبعدين بعد الاستنتاج يكون عنده خلاصه قراره لابد ان يكون مسبب، والتسبيب هذا يوضح اذا كان القرار انه ام